ركز أيضا على الأشخاص الموجودين في العناية المركزة الذين يحتاجون أن يتم نقلهم، وثمة 25 مرضى تلقوا إصابات أو تعرضوا لإصابات في عمودهم الفقري. لذلك نعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر لتسهيل نقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات في الجنوب. ثمة حوالي 220 مريض، نحن لم نزل نبحث في كيفية مساعدتهم. بالطبع إن البيئة هناك معقدة للغاية، وللأسف الصراع مؤجج جدا في جوار المستشفى، لذلك من المعقد جدا نقل هذا العدد من الأشخاص، ولهذا يتطلب ذلك رعاية وعناية، ونحن ننوي العمل على ذلك ونحاول المفاوضة لضمان أن يكون لهم وصول إلى الغذاء المناسب والمياه مأمونة الشرب وأيضا المعدات الطبية اللازمة والوقود، لكي نستطيع إشغال أو تشغيل المولدات والأنوار أيضا، وأن يكون القاعات مشغلة لكي نحاول إبقاء الأنوار مضاءة على القليلة في عمليات غرف العمليات، ولكن هذا الصعب. من قبل أن أنهي، نعم ثمة تركيز كبير على مجمع الشفاء، ولكنه ليس المستشفى الوحيد الذي يتطلب تدخلا فوريا، فثمة مستشفيات أخرى أيضا. هل بإمكانك أن تسمعوني؟ نعم، واصل لو سمحت. عذرا. كما أننا بلغتنا تقارير عن وضع حساس جدا لمستشفى العرابي الذي ضرب، أول مستشفى في هذا النزاع الذي كان أول مستشفى ضرب، ليس من طواقم طبية هناك، وهذا المستشفى حيث كان لعدد كبير من المرضى الإمكانية في البقاء على قيد الحياة بعد الإصابات التي تلقوها. وفي الأيام المقبلة نعمل على ذلك، ولسنا فقط نسعى إلى الإجلاء من هذه المستشفيات الكبرى، ولكن هذه المستشفيات هي أيضا تفتقد القدرة على التشغيل، ولكن ثمة 700 ألف شخص أيضا يحتاجون العناية في الشمال، وثمة الكثير من المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل فوري. وفي نفس الوقت نحن نعمل على كيفية تزويد بعض الخدمات للسكان الذين لم يزالوا في الشمال في بعض هذه المستشفيات. إليك مجددا شكرا. روب، هل بإمكانك أن تطلعنا أين بالتحديد في غزة؟ من أين تحدثنا بالضبط في غزة؟ أنا في رفح حاليا مع فريق الأمم المتحدة هناك. شكرا جزيلا بام. شكرا ستيف، شكرا راب. من سي بي اس نيوز، هل بإمكانك أن تعطونا وضوحا أكثر بالتفاصيل؟ إذن مشاهدينا، كان هذا جزء من إحاطة منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في غزة. كان المتحدث يتواجد في معبر رفح، حيث عملت منظمة الصحة العالمية على محاولة إخراج المرضى من مجمع الشفاء قبل يومين. تحدث قليلا عن هذه المهمة وقال خلال 48 ساعة الماضية كان تركيز منظمة الصحة العالمية حول مجمع الشفاء وأوضاع المرضى الصعبة داخل هذا المجمع، وكيف أن البيئة معقدة والصراع متأجج، مما يزيد الصعوبات من محاولات إخراج المرضى وإيصالهم سواء إلى مشافي الجنوب أو للأماكن حيث تقدم
تقدم الرعاية الصحية المطلوبة بخصوصهم. تحدث عن أن 12 من الأطفال الخدج الذين أجلوا من غزة قد وصلوا ونقلوا جوا إلى القاهرة للعلاج. تحدث وبشكل مؤسف عن وفاة طفلين من الخدج، وأيضا كان هناك تحذير عن الوضع الصحي شمالي قطاع غزة، حيث لم يعد هناك أي مرفق صحي، خاصة يعني مع التطورات الراهنة. أيضا تحدث عن أن تكدس العشرات الآلاف من النازحين في مدارس بأعداد كبيرة قد يعني يسبب انتشار للأوبئة، وتحدث عن الحالة الجوية الصعبة والأمطار وكيف تزيد من الأوضاع سوءا.